مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز وأهم العناوين. رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في القمة الدول العربية 31. افتتاح مؤسسات تعليمية في إقليم عسجوك. تدشين مركز جديد لعلاج إيبولا في أوغندا. أهلا بكم. عاد رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيلي مساء يوم أمس الخميس إلى أرض الوطن عقب مشاركته في القمة العربية العادية 31 المنعقدة في الجزائر. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مطار حنبل الدولي معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات مدنية وعسكرية رفيعة. رعى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود أمس الخميس حفلا مكرسا لتدشين مدرسة في ناحية علي عطي التابعة لمنطقة علي سبيح في جنوب البلاد. وجرى حفل تدشين هذا المرفق التعليمي والذي يضم المرحلة المتوسطة والثانوية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوف إسماعيل عبدو وممثل البنك الدولي بالإنابة، وبمشاركة سلطات المنطقة ونواب المنطقة ومدير عام الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى أمين التنفيذي للمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين. هذا وحظي الوفد الوزاري لدى وصوله إلى الناحية باستقبال حار من قبل أهالي علي عطي المشاركين في حفل تدشين المؤسسة التعليمية. ويأتي افتتاح هذه المدرسة المتوسطة والإعدادية والثانوية في هذه المنطقة النائية في البلاد تجسيدا للسياسة التعليمية التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الهادفة إلى تمكين جميع الأطفال في عموم التراب الوطني من الالتحاق بالمدارس والحصول على تعليم جيد. وفي مداخلة له أعرب رئيس قرية علي عطي عن ارتياحه لافتتاح هذا المرفق التعليمي مقدما الشكر والعرفان لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني على تنفيذ تعهداته المتعلقة بإنشاء مدارس في ناحية علي عطي. ويرافق الوزير في هذه الزيارة أمين عام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إضافة إلى كوادر رفيعة المستوى من الوزارة. الدنيا دوحها بقوة وحبر شادة دوني دا الباب كد بقوة وحبر شادة غير وحد كبادة بقوة وحبر شادة الدنيا دوحها بقوة وحبر شادة. وفي كلمة لرئيس المجلس المحلي السيد شرماكي أشار في كلمة له إلى أن المجلس الإقليمي قدم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع التربوي. نتابع. طلاب الثانوية العامة اختباراتهم في داخل مدينة علي سبيح، وأقصد طلاب علي عدي وهلهل،
بذل انتقالهم إلى جيبوتي العاصمة على غرار الأعوام الماضية. وأن الوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قامت بإنجاز هذه المهمة الأولى من نوعها في البلاد، ونحن بكوننا مجلس الإقليمي قدمنا كل تسهيلات للتحقيق ذلك. وأن طلاب عسامو ودودو بلالة كانوا يأتون إلى مدينة علي السبيح لأجل أن يلتحقوا إلى مدارس الإعدادية، لكن في العام القادم سيتعلمون في داخل مدنهم، وسيكون المدارس مرحلة الإعدادية متوفرة في عسامو ودودو بلالة إن شاء الله. ومن ضمن هذه المشاريع التعليمية، هذه المدرسة التي نتواجد فيها اليوم وهو مخصصة لطلاب الناحية علي عد وطلاب اللاجئين بغية توفير لهم التعليم المرحلة الثانوية، وأن الأماكن الإقامة لطلاب الشهادة الثانوية العامة جاهزة، وأن الوزير تعهد بترميمه وتكون متوفرة لإقامة أثناء الامتحانات الثانوية العامة القادمة بإذن الله تعالى. بدوره أعرب ممثل البنك الدولي بالإنابة عن سعادته للمشاركة في حفل افتتاح المؤسسة التعليمية الجديدة في الناحية على عد، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساهم في الجهود الحكومة الهادفة إلى التنمية الريفية. très heureux d'être ici avec vous tous pour célébrer l'inauguration de ce très important collège et lycée en même temps. يشرفني أن نكون هنا جميعا للاحتفال بافتتاح هذه الإعدادية والثانوية المهمة جدا التي تم بناؤها في إطار مشروع دعم التنمية الريفية واستجابة لتداعيات نزوح السكان في القرن الإفريقي. إن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي هو استجابة مباشرة من حكومة جيبوتي لمعالجة ولمواجهة آثار التغير المناخي للاجئين وعلى المجتمعات المضيفة. تم إطلاق هذا المشروع في عام 2017 في جيبوتي، وأثبت فعاليته في تقديم الدعم المباشر للمجتمعات في نواحي هولهول وعلى عد. إنه من أنشطة البنية التحتية ضمن المشروع التعليمي، ومن حيث الحجم والتمويل فهو من أهم المشاريع. إنها مؤسسة تسع ل 600 طالب وترحب بكل من الجيبوتيين والأطفال اللاجئين. تم بناء هذه المنشأة وفق المعايير الدولية، وتشمل الفصول الدراسية وغرف العلوم والمجمع الإداري وكذلك سكن الإقامة. وينص المشروع على توسعة محطة الطاقة الشمسية التي ستزود المدرسة بالطاقة. ولا يسعني في الختام إلا أن أهنئ الوكالة المنفذة لهذا المشروع الحيوي التعليمي الكبير. من جهتها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوفة إسماعيل عبدو أن هذا المشروع التعليمي يندرج في إطار جهود الحكومة المتعلقة بتعزيز سياسة اللامركزية في مجال التراب الوطني. Très honoré d'être parmi vous ce matin dans le cadre de l'inauguration du nouveau collège d'Ali Adé. يسعدني أن أكون معكم هذا اليوم بمناسبة افتتاح المدرسة الإعدادية والثانوية الجديدة في ناحية على عدي وهلهل. إن هذه المدرسة تندرج ضمن السياسة التعليمية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لتوصيل التعليم في كافة التراب الوطني. إن التعليم هو أساس التطور ويشكل ضمانا ومستقبلا مستداما للأمة الجيبوتية. وهكذا التزمت الحكومة الجيبوتية بسياسة إنشاء الهياكل التعليمية هي المدارس الإعدادية والثانوية لصالح الأطفال الجيبوتيين وأطفال اللاجئين الذين يتم الترحيب بهم في أرضنا. كما تعد هذه اللفتة ثمرة تعاون بين الحكومة الجيبوتية وشريكها الرئيسي البنك الدولي، الذي يعتبر التعليم أحد أعمدة مكافحة الفقر ولتعزيز رأس المال البشري. السيدي الممثل المقيم للبنك الدولي، إن الحكومة وشعب الجيبوتي يعبرون لكم عن امتنانهم الكامل وشكرا جزيلا لكم. كما اغتنم هذه الفرصة لألفت انتباهكم أن الحاجة ما زالت موجودة، وأننا نرغب في أن يتم تزويد الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية بمزيد من التمويل الذي يمكن أن يحسن بشكل مباشر الظروف المعيشية لسكاننا في المناطق النائية وخاصة في المناطق الريفية. أود أن أذكركم بأن هذه المؤسسات التعليمية هي جزء من أنشطة المشروع المكرس لاستجابة التنمية والتأثيرات المرتبطة بعمليات النزوح في إفريقيا ولتحسين الظروف لاندماج هؤلاء السكان الذين اختاروا بلدنا للجوء فيه. هذا وفتحت جيبوتي أبوابها وقلوبها للاجئين في
فإن أبناء اللاجئين سوف يلتحقون بهذه المؤسسات الجديدة. قبل أن أختم كلمتي أود بالطبع أن أتوجه بالشكر إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود، وأقول له يمكنكم الاعتماد على الدعم الكامل لدائرتي في جميع السياسات التعليمية التي تهدف إلى تحسين تعليم أطفالنا وتعزيز رأس مالهم البشري. وزير التربية الوطنية والتكوين المهني راعي الحفل السيد مصطفى محمد محمود أكد في كلمة له أن تدشين هذا المرفق التعليمي يندرج ضمن سياسة الحكومة ممثلة بوزارة التربية الوطنية الرامية إلى توفير التعليم الجيد للاجئين في هذه الناحية. مركا أقوه الرئيس هورتا أنيقا وحيتاي فرحات بيتاهاي إما تسيقاني ميدي حقان علي عدي. إنني سعيد جدا أن أكون معكم في ناحية علي عدي، وتأتي هذه المدرسة في إدارة المشاريع التعليمية التي ننجزها في هذه الناحية، سواء كان الخدمات التعليمية التي نوفرها لطلاب اللاجئين وطلاب الناحية علي عدي، وهدفنا أن يتوفر لهم الخدمات التعليمية ذات جودة عالية جدا، وبهذا حققنا هدف توفير التعليم في الربوع التراب الوطني، وأن يتعلم الطالب هو بين أهله بدل أن ينتقل إلى حاضرة الإقليم أو إلى العاصمة. والحمد لله حققنا ذلك الهدف بعد جهود طويلة جدا. كي نكمل هذا الإنجاز نحتاج إلى تكف الجميع ومساندة السلطات المحلية وأولياء الأمور الطلبة، ويجب أن يعلم الجميع أن أطفال ذوي احتياجات الخاصة يمكن أن يلتحقوا إلى المدارس على قرار بقية الأطفال، وعلى الوالد إحضار الطالب ذوي الإعاقة إلى المدارس، ويتعين علينا حفاظ هذه الممتلكات العامة أي هذه المدرسة الجديدة وأن نحافظ عليها. أتمنى لكم أوقات سعيدة. وفي سياق متصل توجه الوفد الوزاري برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى ناحية جديد. أبا إسماعيل مضطنو إسماعيل أمولكيو أنايكيو ماريو. وفي هذا الصدد قام وزير التربية الوطنية السيد مصطفى محمد محمود برفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن وسلطات المنطقة بوضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة ابتدائية في الناحية الجديدة في إقليم. وكان في استقبال الوزير مصطفى محمد محمود والوفد المرافق له الذي ضم نواب المنطقة من قبل أهالي الناحية الجديدة بإقليم علي سبيحة، ويندرج هذا المشروع الحيوي في إطار سياسة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الرامية إلى توفير المؤسسات التعليمية في ربوع البلاد. وفي سياق متصل قام وزير التربية الوطنية والوفد المرافق له بتدشين مدرسة ابتدائية في ناحية عولي بإقليم علي سبيح، وحظي الوفد باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل أهالي ناحية عبولي. وعقب ذلك عقد وزير التربية الوطنية اجتماعا مع أهالي ناحية عبولي لبحث ورصد الشكاوي لأهالي ناحية عبولي. هذا وقدم أهالي ناحية عبولي الشكاوي للوزير والوفد المرافق له. هذا وتعهد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتنفيذ جميع التعهدات خاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية في ناحية عبلي والنواحي الأخرى التابعة لمنطقة علي سبيحة بجنوب البلاد.
هذا، وقام الوزير مصطفى محمد محمود والوفد المرافق له بجولة تفقدية إلى مختلف فصول المدرسة الابتدائية في ناحية عبلي، والذي تم تدشينه رسميا يوم أمس الخميس من قبل الوزير. وتأتي تدشين هذه المدرسة تجسيدا لسياسة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الرامية إلى توفير المؤسسات التعليمية في ربوع البلاد. الوزير مصطفى محمد محمود أشار في مداخلة له عقب تدشين المدرسة في ناحية عبلي، أشار إلى أن وزارة التربية الوطنية دشنت مدرسة ابتدائية في الناحية ووفرت أساتذة أكفاء، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بتقييم العملية التعليمية في المنطقة، وأن المؤسسات التعليمية ستتنافس فيما بينها. وأردف قائلا: ليس الهدف توفير وزارة تربية وتعليم فحسب، بل تسعى وزارة إلى توفير تعليم جيد للأطفال، وحث أهالي الناحية على تسجيل أبنائهم في المدارس. وأشار الوزير إلى أن إنشاء مدرسة ابتدائية في هذه المنطقة النائية يأتي انسجاما مع جهود دائرته الوزارية في السنوات الأخيرة، والتي ترمي إلى إتاحة الفرص التعليمية لجميع الأطفال في ربوع البلاد. وفي ختام الحفلة قدمت امرأة من أهالي ناحية عبلي قصيدة أدبية تجسد أهمية هذه المناسبة. سلام باوه رسي، السلام عليكم مصطفى مقعاو ديرا قل بدن بان إلى بريون أرق أغنى جعلستي أرقصن سو هاي جي حمائي نمهلين هرادكي سو أدوك مهلين أو حرم سو فلون وهاوتك كمدي مصطفى وحاتا يواغو برياتا قرح صوب بحراتا مصطفى وحاتا جيتكي هدوين اللي هرير مرين اللي هورين باتا مصطفى وحاتا يريد عركاتا لما دورياتا يمايا كنت باتا يكود الرورتي عبولي عقا قوي سيباتا عقا عربحي سيباتا نقول ريا باتا يحرار ريب سيباتا مصطفى وحاتا يجيسي بحاتا مصطفى وكو دعوية دبكا هجر الدعوة أنت وقابل بدايين كو بريه عدوغا هجبو امريكا هرغو عدوغا هجبو امريكا هرغو وات كو دايني ما يجرنا دي فردوسية نبيجي لجار نقو وحان أرانا يا مدح وينهن إسماعيل دوية ودلك أبيه يو نبدا ده يو عد نجاهر يو عد نجاهر يو دحن نجدوك يو إسماعيل دوية ودلك أبيه يو خسر ده ياي دلك هو يدي دي مدارها بري ياي مرتدنا وحسي ياي لبدا إنه والد لبدا بوا عناين عدو قوت هجوا عمر قوت هرقو. احتضنت سالة الاجتماعات لدى وزارة البنى التحتية والتجهيزات يوم أمس الخميس الثالث من نوفمبر الجاري مناسبة مكرسة لتوقيع على محضر مناقشة الدراسة التحضيرية لمشروع بناء جسر بالميري في جيبوتي. ويأتي حفل توقيع هذا المحضر بعد عدة أيام من المفاوضات بين المدير العام للوكالة الجيبوتية للطرق السيد سوبان سعيد إسماعيل ورئيس بعثة الوكالة اليابانية للتنمية الدولية جيكا السيد شوناتارو كوهارا. وترأس حفل التوقيع وزير البنى التحتية والتجهيزات السيد حسن محمد إبراهيم ومدير العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد محمد أبسي. وفقا لمدير عام الوكالة الجيبوتية للطرق فإن هذا المشروع يندرج في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين وتحديث الطرق الحضرية التي تأثرت في السنوات الأخيرة جراء تغير المناخ. للتغير المناخ آثار جسيمة على حياة المجتمعات الريفية والحضرية ولا سيما الجفاف والتصحر. نتابع هذا التقرير الذي يتناول الآثار السلبية للتغير المناخي.
في رعاة زراعيين في ذلك الحين. لقد أخبرونا بالفعل عن الصعوبات التي يواجهونها والتحديات التي تعرقلهم في حياتهم اليومية. البدو رحل الذين تضرروا بشدة من هذه التداعيات من خلال تدخلاتهم على حياتهم يشكلون النموذج المثالي لتأثيرات تغير المناخ على سبل عيشهم. جمهورية جيبوتي بلد يتسم بمناخ قاحل ودرجة حرارته عالية جدا، ومن ثم تؤثر ظاهرة تغير المناخ على بلدنا على غرار بقية العالم. وفي مسعى للحد من تلك التأثيرات، نفذت حكومة جيبوتي عدة استراتيجيات كبرنامج تكييف سبل العيش الريفية مع تغير المناخ. في منطقة القرن الإفريقي يهدد الجفاف الذي تفاقم بسبب تغير المناخ ملايين الأشخاص. على سبيل المثال في الصومال وحدها يتأثر ما يقرب من 8 ملايين شخص بالجفاف، فيما دقت الأمم المتحدة بالفعل ناقوس الخطر بشأن أزمة غذائية خطيرة. وتعاني جمهورية جيبوتي كغيرها من بلدان العالم من الآثار السلبية من التقلبات المناخية. هنا نحن في أولما، وهي قرية ليست ببعيدة عن حاضرة إقليم أبوخ، حيث يكافح مربي الماشية لإطعام قطعانهم بسبب الجفاف. ويختبر تغير المناخ شجاعة هؤلاء الرجال والنساء الذين يتحملون تبعات العيش في هذه المناطق القاحلة في الأدغال، ولا سيما في أوقات الجفاف غالبا ما تكون المياه نادرة، كما تعكس هذه الصور. وتتحلل الأرض وتنهار وتجف الجداول وتصبح التربة هشة للغاية، وينخفض الإنتاج الزراعي إلى أدنى مستوى، بحيث يضطر البدو إلى إيجاد بدائل أخرى. ولكن يا ترى ما هي تلك البدائل؟ الزراعة تكتسي أهمية حاسمة بالنسبة للرعاة الزراعيين، فيما يؤدي تغير المناخ إلى تقليص جهود من يعملون في الأرض الذين تتأثر تكاليف معيشتهم بشدة في أوقات الجفاف. نحن نعيش كابوسا حقا، إنه كابوس بالنسبة لنا أن نعيش كما يبدو. التقلبات التي يسببها تغير المناخ ليس سهلة للمربين كما ترون بوضوح، لأننا نعيش على هذه الحالة من الزراعة، من المنتجات الزراعية التي ننتجها، وكذلك من الثروة الحيوانية. في جيبوتي خلال الموسم الدافئ تهطل أمطار الموسم على الأراضي الوطنية بأسرها وتسقيها بغزارة حسب الأماكن، كما أن نمو النباتات يسمح نسبيا بتحسين تغذية المواشي التي تعد مصدر رزق المجتمعات الريفية. إنه التأثير العكسي في العاصمة، حيث الفيضانات التي تسببها هذه الأمطار تتسبب أضرارا بشرية ومادية كبيرة. على سبيل المثال يأخذ فيضان نهر حنبلي في طريقه كل شيء، ومن ثم يفرق أطرانا من النفايات على الشواطئ، وكثير منها ينتهي في البحر، وهذا له تأثير سلبي على نظامنا البيئي. كما تعلمون شهد العالم آثار تغير المناخ في العقود الأخيرة، كما هو الحال في جيبوتي التي تعد واحدة من البلدان المعرضة لتغير المناخ بسبب موقعها الجغرافي، حيث أننا نعيش في منطقة القرن الإفريقي التي تتمتع بالفعل بمناخ دافئ إلى حد ما، حيث هطول الأمطار منخفض للغاية بالفعل. وقد أدى تغير المناخ إلى تفاقم هذه الظاهرة المناخية. لذلك تغير المناخ له 3 تأثيرات على جيبوتي. التأثير الأول هو انخفاض هطول الأمطار، وبالتالي تواتر الجفاف، وهي حالات الجفاف التي تتكرر أكثر فأكثر وأطول فأطول. هذا هو التأثير الأول الذي عانت منه جيبوتي حيث تغير المناخ عام 2019. وبالتالي فإن الأمطار لا تنزل غالبا، ولكن عندما تمطر السماء فإنها تمطر بشدة وأمطارا غزيرة التي تهدد البنى التحتية أو المساكن الموجودة في المنطقة الساحلية كالعاصمة. من الواضح أن هذا له تأثير سلبي للغاية على الزراعة والثروة الحيوانية. لذلك لا يمكن لسكان الريف أن يمارسوا نشاطا اقتصاديا عاديا مع حالات الجفاف المتزايدة. قد فقد الرعاة على سبيل المثال الكثير من المواشي، مما يعني أن المزارعين أيضا لا يستطيعون ممارسة الزراعة، لأن الحصول على المياه يصبح صعبا للغاية. les infrastructures ou les logements qui se trouvent sur la zone côtière comme la capitale.
تغير المناخ يؤدي من خلال تغيير مستويات هطول الأمطار إلى رفع مستويات سطح البحر والتصبب في المزيد من الظواهر الجوية الشديدة وارتفاع درجات حرارة المحيطات وإبعاد بعض أنواع الأسماك عن بيئاتها الطبيعية. تجدر الإشارة أخيرا إلى أن حكومة جيبوتي اتخذت تدابير مناسبة للتصدي لآثار تغير المناخ على حياة الإنسان، بما في ذلك الحصول على الغذاء والسكن والصحة والهياكل الأساسية وصيد الأسماك وإيلاء المزيد من الاهتمام بقطاع الزراعة. وعلى الرغم مما ذكر، فإن مكافحة الاحتلال العالمي لا يمكن كسبها بتعبئة عامة وتوافق آراء المجتمع الدولي فقط، بل إن مجموع جهود كل بلد للحد من انبعاثات غازات الدفيئة هو الذي سيؤدي في النهاية إلى عكس هذا الاتجاه المثير للقلق. احتفل المقام الشيخ موسى ليلة أمس الخميس بالذكرى السنوي للشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يقيمه المقام في مقره في كل عام هذا، وقدمت فرق دينية بقصائد ومديح النبوي خلال هذه الأمسية. دوليا، دشن وزير الصحة الأوغندي وحدة جديدة في مدينة موبنديدي لعلاج ومكافحة حالات الأبولا في هذا البلد، وأفاد مسؤول صحي مشارك في إدارة التفشي فيروس إيبولا يوم أمس الخميس بأن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الوباء بأوغندا ارتفع إلى 48 حالة وفاة بجانب 131 حالة إصابة مؤكدة وفقا لوسائل الإعلام المحلية. ويضم المركز 42 سريرا لتقديم الرعاية الطبية لحالات المؤكدة من فيروس إيبولا. ويعاني هذا البلد في الأونة الأخيرة ارتفاع حالات إيبولا. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.